انت اليوم اذا في المحركات راح ابدا في الاي سي اندكشن موتور. اي سي اندكشن موتور راح ابدا بنوع خاص من الاي سي اندكشن موتورز اسمه سكول كيج اندكشن موتور اللي هو ابسط. فكره الاي سي موتور انه احنا بنجيب سكويرل كيج اندكشن موتور. سكويرل كيج اندكشن موتور هذا النوع. في نوع ثاني طبعا اللي هو واوند روتر اندكشن موتور رح نشرحه بعدين. هلا رح نركز على سكويرل كيج اندكشن موتور. حتى اشغل السكويرل كيج اندكشن موتور وي نيد ا 3 فيز سبلاي. متذكرين 3 فيز سبلاي بكون عندي ستار 3 فيز. خلينا نفترض انه احنا جبناه هون ستار وعندي هون هي 3 فيز هذول. هذا رح اسميه A او V A اذا هي فرضناها N V B هي فرضناها N V C ورح يطلع لنا 3 تيرمينالز من هون ورح اعطوني الفيزز A B C. واذا انتم متذكرين حكينا الفيزز A و B و C واستعمل اللون الاخضر واحد اخضر 120 درجه تقريبا فعندنا هون رح ناخذ هاي الفيز الثاني 1 2 3 راح وهذا راح نسميه بي. ايش الشيفت بينهم ان تايم؟ 120 درجه ان تايم. نفس الشيء عندي هون راح اخذ هي 90 120. انا يمكن هذا رسمته غلط شوي هون. هون اخذ شيء صار غلط. وهذا راح نسميه راح يكون عندنا 120 درجه 120 درجه 120 درجه. هلا حتى نبني ستيتر. ايش يعني كلمة ستيتر؟ الجزء الثابت. في عندنا في كل محرك في ستيتر وفي روتر. الروتر اللي هو الجزء الثابت فيكست بارت اللي ما بلف هذا ستيتر فيكست بارت. والروتر اللي هو موفينج بارت يعني روتيتنج روتيتس. حتى نعمل هيك هلا رح ناخذ ستيتر وهذا رح نعمله من فيرومغنتيك ماتيريال. ليش لازم يكون من فيرومغنتيك ماتيريال؟ لانه هو رح يكون مسار للماغنتيك فلوكس. رح يكون هون في مسار للماغنتيك فلوكس. وكمان ايش رح تكون الفيرومغنتيك ماتيريال؟ حتى اخفف من الايدي كرنت لوسز. ايش لازم اعمل في الفيرومغنتيك ماتيريال حتى تكون ما فيش لوسز؟ نعملها لامينيشنز. متذكرين لامينيشنز؟ متذكرين لامينيشنز. عشان هلا رح نيجي هون نفتح فتحه في هذا السبيتر زي جروف هون وبقابلها على 180 درجه ميكانيكيه في جروف ثانيه وراح احط فيهم هذول السلكين. نجيب سلك هون نحط فيه نقطة وسلك هون راح احط فيه اكس. بعدين راح نتحرك 120 درجة راح امشي هون هيك 120 درجة هون راح احط كمان سلك هون سلك راح نمشي كمان 120 درجة للفيز الثالث وراح احط سلك. ايش النقطة معناها؟ من الخارج؟ الداخل. لا النقطة
وطالع من الصفحه اكس داخل بالصفحه بس انا معرفه بالشكل. وبعدين هذا هيك وهيك كانه احنا جينا في الفيرو ماجنتيك ماتيريال حفرنا جروف وحطينا هدول الاسلاك السته. هلا اذا بنطلع هون راح نشوف هذا الاحمر مثل هذه طالع من الصفحه، هاي داخله من الصفحه، وين راح يتكون الماجنتيك فلكس الناشئ عن الكرنت اللي ماشي في هاي باي اتجاه؟ وراح اسميه بي سبسكريبت اي وهذا فيكتور. راح نيجي الثاني نفس الشيء الاخضر راح يكون طالع من هيك راح يكون جاي بهذا الاتجاه على 120 درجة ف 90 و 30 يكون عندنا 120 درجة بي سب بي فيكتور وانا على 120 درجة كمان راح يكون هيك بي سب سي بهذا الشكل. اوكي شو معنى هذول الثلاث اسلاك؟ شو معنى هذول الثلاث فيكتورز اللي موجودين هون؟ معنى هذول الثلاث فيكتورز انه انا لو مررت كرنت طالع من الصفحه هون داخل من الصفحه هون بالاحمر شو بتكون عندي؟ بتكون عندي ماجنتيك فلكس دنسيتي. ايش وحده الماجنتيك فلكس دنسيتي؟ لا تسلا. وين اتجاهه راح يكون؟ لو بديت اخفف هذا الكرنت اللي ماشي هون ايش راح يصير بالحجم هاي؟ راح تصير تقل لحد ما هذا يصير زيرو. اذا عكست الكرنت في هذول السلكين بدل ما الكرنت يكون جاي بهذا الاتجاه وراجع لو عكسته وين راح يصير اتجاه هذا الفلكس؟ راح يصير بهذا الشكل. فصار لو انا مررت كرنت في الاحمر والاحمر المقابل طبعا هذول موصولين ببعض الاثنين السلكين الحمر موصولين في بعض من الخلف كل التيارين طلع من تحت طلعوا انا بدي امشي انا بدي امشي انت من الخارج راح تحط هلا هذا السلك من الخلف طبعا بس مش بهذا الشكل من الخلف موصولين هذول الاثنين مع بعض كانهم لوب. فانا اذا مررت كرنت طالع من الصفحه وداخل من الصفحه هون راح تكون ماجنتيك فلكس دنسيتي. اذا مررت اعلى كميه كرنت راح يكون هذا اطول فيكتور الماجنتيود تبعه. لو بديت اخفف قيمه الكرنت اللي موجود هون راح يبدا هذا الفلكس يخف لحد ما يوصل زيرو. واذا عكست اتجاه التيار راح يبدا هذا الفلكس يصير نيجاتيف. ونفس الشيء بالنسبه للازرق اللي موجود هون بهذا الشكل. فلو خففت الكرنت اللي موجود فيه راح يبدا ينقص هيك ينقص بهذا الشكل لحد ما نوصل للنقطة هاي بعدين يزيد. ونفس الشيء بالنسبة للأخضر، الأخضر راح يعطيني هذول الثلاث فيكتورز باي ذا واي ايش بينهم الزوايا؟ 120 درجة. فعندي بين هاد وهاد طبعا الرسم مش 100% دقيق بس هي هاي 120 هاي 120 هاي 120. لو هذول كانت قيمهم كلهم الثلاثة متساوية تماما 120 120 120 متساويين قديش محصلتهم؟ صفر صفر. اوكي ما بستفيد شيء. فانا ما بنفع احط نفس الكرنت اللي مار هون اجيب ثلاث بطاريات مثلا دي سي احط بطاريه هون امشي كرنت هيك واجيب بطاريه ثانيه امشي كرنت هيك وبطاريه ثالثه امشي كرنت هيك. هل راح يطلع عندي اي فلكس بالمركز؟ زيرو. اذا شو التريك ايش لازم اعمل؟ لازم احاول اغير انه احيانا يكون واحد منهم ماكسيمم والتنين الثانيين نيجاتيف. طلع هلا هون مين اللي بحقق لي اياها؟ هاي بتحقق لي اياها. طلع عند النقطه هاي قديش الاحمر قديش قيمته عند هاي النقطه؟ ماكسيمم ماكسيمم. والتنين الثانيين ايش وضعتهم؟ نيجاتيف نيجاتيف بس مش منهم. فلما يكون الازرق نيجاتيف وين بس يكون اتجاه المحصله تبعته هيك؟ ولما يكون الاخضر نيجاتيف وين بتكون محصلته؟ هيك. فصارت محصله واحد منهم هيك ومحصله الثاني الاخضر هيك والاحمر اصلا هو بوزيتيف ماكسيمم وين راح يكون؟ أليكس. شو بتصير النتيجة؟ بصير عندي النتيجة بهذا الاتجاه فلكس قيمته 1.5 طول الأحمر. ناخذ نقطة ثانية، خذ النقطة هاي. إيش النقطة هاي؟ مين عندها ماكسيموم؟ بي. وسي وإي إيش مالهم؟ نيجاتيف بس مش فل. اطلعوا على النقطة هاي، من عند النقطة هاي بكون الأخضر ماكسيموم. الأزرق بكون نيجاتيف. محلهم. بهذا الاتجاه والاحمر بيكون نيجاتيف بهذا الاتجاه. هذول الاثنين محصلتهم حوالين هذا وين راح يعطوني فيكتور؟ باتجاه الاخضر طوله مره ونص الطول الاصلي. ناخذ النقطه الثالثه هون نفس الشيء السي الازرق ماكسيمم بوزيتيف وهذول الاثنين نيجاتيف. فاذا جينا على السي راح يكون السي بهذا الاتجاه ماكسيمم الاخضر نيجاتيف بهذا الاتجاه
والاحمر نيجاتيف بهذا الاتجاه رح يكون يشتغلوا هيك. لما يشتغلوا هيك بالطريقه هاي رح يجمعوا مع هاد فرح يزيدوا قيمه الفلكس النهائي رح يكون مره ونص القيمه الاصليه. اذا هاي بدايه تكوين الفلكس داخل الستيتر تبع الاندكشن موتور.